السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في شرح جديد لموقع جديد. النهاردة إن شاء الله معانا موقع ممتاز جدا، هي منصة تعتبر من المنصات اللي ممكن تتداول عليها بالعملات الرقمية، منصة معروفة منصة كوينوت. المنصة دي كان ليها موقع قديم كنا شغالين عليها من فترة، وكنا بنشتغل عليها من خلال بونص بيديك عملة الليتكوين مجانا بدون أي إيداع، إن أنت بحيث إن أنت بتشارك الموقع عن طريق إن أنت بتنشر الرابط بتاعهم في السوشيال ميديا أو تشاركه مع أصدقائك، وبتحصل عليه على بونص بيجي لك في المحفظة. طريقة الشغل في الموقع هي دي المفروض إن إحنا هنشتغل عليها النهاردة، يعني هي منصة فيها تداول وفيها شغل تحويل عملات والكلام ده كله، بس هم عاملين زي بونص كده لتحفيز الناس وتشجيعهم على العمل على الموقع، ان انت بتشير الموقع بتاعهم في الجروبات او مع اصدقائك، وبتحصل على كمية من الليتكوين مجانا تقدر تسحبهم بعد كده لما توصل لحد ادنى. هنخش على طول في شرح الموقع نوضح ازاي كل الكلام ده كله، بس قبل اي حاجة ريت الناس تركز بالشرح من اوله لاخره عشان خاطر تقدر تحصل على البونص بتاعك تمام مع الناس اللي انت هتشيرهم، بحيث ان انت لما تاخد اللينك هتفعل ايه بالايميل والموبايل، ضروري تفعيل الايميل والموبايل، وده هنشوفه ان شاء الله مع شرح. نقدر نخش كده على طول على بركه الله، دوس هنا كده ساين اب، تكتب ايميلك طبعا الجيميل، وبعدين الباسورد. طبعا الباسورد لازم يكون فيه حروف كابيتال وسمول، واي ارقام او الحاجات اللي هي زي الات او النجمه او الشباك عشان خاطر تصعب له الباسورد. وبعدين هنا كده هيظهر لك هنا هيبقى موجود كود الريفرال بتاعي او التفعيل ده، هم بيشرطوها عشان خاطر بس الناس ما تفهمش يعني غلط، ان انت لما بتسجل من الرابط انت بتاخد 200,000 لاتوشي وانا باخد 200,000 لاتوشي، يعني هي بتبقى المكسب بيبقى متبادل، يعني انت مش هتحصل على اللاتوشي او ما تسجل غير لما تسجل من كود حالي، لكن لو انت سجلت عادي من الموقع وبدون اي كود مش هتاخد ال 200,000 لاتوشي. انا دي عن تجربه، وهوريكم دلوقتي النظام في الموقع هو قايم على كده اصلا، يعني عشان تاخد لاتوشي مجانا لازم تسجل من خلال رابط الريفرال اللي انت بتسجل منه، وانت عشان خاطر تحصل على الكمبيوتر زي ما قلت لك ان لازم حد يسجل من رابط الحاله بنفس الطريقه وهكذا، تمام. وبعد كده ما تدوس هنا كرييت اكونت بيدخلك على صفحه تفعيل الميل، تفعل الميل، وبعد الميل هيقول لك فعل الموبايل، وبعد ما تفعل الموبايل هيجيب لك كده خطوات تفعيل الباسورد، اسف تفعيل الباسبور والوثائق، هتقعد تكنسل عليها لحد ما تخش على جيت فري ليتكوين، يعني بعد ما تجي لك تفعيل الوثائق هيجي لك اسكيب كذا خطوه لحد ما يظهر لك صفحه جيت فري ليتكوين. هنخش على طول على حسابي اللي انا عامله بالموقع، يعني نخش هنا كده، هو الصفحه يا جماعه بالشكل ده كده، يعني انت هتيجي اول ما تخش تيجي بالباسورد، يعني انت اول ما تخش بعد ما تيجي تفعل هيظهر لك كده بالظبط، هتجي لك لحد هنا كده، يعني انت مثلا بعد ما تعمل الاكتف الايميل وبعدين تفعيل الموبايل هتجي لك حاجه زي كده، هتدوس هنا كده اسكيب ذيس ستيب، وبعدين اعمل ايداع او تداول هتدوس سكيب، وبعدين هتدوس هنا كده جيت مور فري ليت كوينز. انت بتعمل ايه؟ كل اللي بتعمله بتروح هنا كده عند ريفرال اند ايرن، نيجي ننزل هنا كده، فهو بيديك 200,000 لاتوشي وانا باخد 200,000 لاتوشي، وده بيكون رابط احاله هنا بيكون موجود هنا، اسف ده بيكون هنا رابط احاله بتاعك بيبقى موجود هنا كده، بتاخده كده وتشيره وتنشره في جروبات الفيسبوك او تعمل مهمات على الفيسبوك تدعو للناس. انا هنا كده لو جيت اوديكم، يعني دخلنا هنا كده على محفظه النقود ودخلنا كده على الليت كوين، ادي يا جماعه، وهنا نيجي مثلا عن السحب اهو، الاثنين دول انا كنت عامل منشور على الفيسبوك بمهمه مقابل روبل كذا انه يعمل ايه ويسوي ايه، فعلوا الايميل وفعلوا الموبايل وجالي هنا الرصيد على المنصه اهو. لو جينا هنا نعمل سحب للليت كوين، هنا بيقول لك الحد الادنى للسحب 10 مليون ليت كوين. على فكره احنا لو جينا دخلنا هنا كده للناس، يعني في واحد عملها بس ممكن ما اكونش اكد، اي هنا ادي هنا في واحد
عملها، ادي 2 ادي 3. في حد من دول المفروض هنا 3، يعني يبقى عندي هنا 600,000. هنا في واحد ممكن ما يكونش فعل فما اتضافتش، فانت لازم انت بتضيف او بتفعل الموبايل والباسورد او اسف والايميل عشان خاطر يضيف لك الربح. زي ما قلت لك هنا، انت هنا بتخش على محفظه نقود وعايز تسحب، بتوصل لحد الادنى للسحب بالليت كوين. ادي اهو، ادي الرصيد بتاعي 400,000 لاتوشي من الاثنين اللي هم اكدوا الايميل والموبايل. وهنا تيجي هنا في خانه السحب، بتحط هنا عنوان المحفظه، وبعدين بتدوس هنا المبلغ. طبعا دي بيبقى اختياري، دي بتسيبها فاضيه. هنا بتدخل المبلغ، يعني مثلا يبقى انت مثلا بتدوس 0.10 لما توصل الحد الادنى، وبعدين تسحب. يعني انت ممكن هنا نسحب الرصيد دوت على المحفظه دلوقتي، ما فيش اي مشكله. بتدخل هنا رصيدك، وبعد عنوان المحفظه، سواء كان بقى اي محفظه انت عايز تسحب على الفوس بي، اكسبريس كريبتو، البلوك تشين، كوين بيز، اي محفظه انت خاصه بيك بيسحب عليها الرصيد وبيروح. زي ما قلت لك كده، الحد الادنى هنا للسحب 150,000 لاتوشي، وهم بياخدوا عموله 40,000 لاتوشي. انا ان شاء الله باذن الله، يعني انا مستني بس اعمل، يعني اشوف حد يسجل تاني، وان شاء الله ابدا اعمل اثبات سحب لمنصه. يعني هنا كده رصيدي، هنا انا ممكن اسحب بكل حاجه، مفيش اي مشكله، بس انا مستني اعمل رصيد كويس وبعدين ابدا اسحب على المحفظه بتاعتي بامر الله. ده كان شرح يا جماعه النهارده، اتمنى ان الناس تستفيد منها. الموضوع سهل جدا، انت ممكن تنشر في الجروبات زي ما عملت كده، تعمل بوست كده ان مهمه مثلا مقابل روبل او دوش كوين، ايا كان المهمه اللي انت عايزها، ومقابل المهمه دي انت هتاخد الرصيد بتاعك، والشخص يعمل المهمه. وفي ناس كتير جدا بتحب تعمل مهمات، فسهله جدا ممكن تعملها وممكن تجيب منها رصيد كويس جدا جدا. ده كان اخر شرح ليا في الموقع، اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.